كابتن مهند لاشين، مساء الخير، مشرف ومنور. اكيد سمع كلام حلو جدا من الكابتن طارق والكابتن احمد. كابتن مهند معايا على الهاتف؟ كابتن حبيبي مهند، حبيبي كابتن أنا مهند مساء مشرف، الخير، مساء الفل حبيبي عامل كابتن ايه؟ مصطفى. كابتن طارق وكابتن احمد يعني بيمدحوا طبعا فيك مدح كبير جدا. يعني أنا طبعا بمس عليك وعلى كابتن طارق وكابتن أحمد، يعني اصحى يا مهند شويه. صح. قول له هو يا كابتن طارق تعليماتك انا مش في الساعة التدريب 12، دلوقتي، سيبني نايم. قول له تعليمات ما أنا بقول له تعليماتك الساعة 12 أخير، ما أعمل إيه طيب؟ بيقول لك تعليماتك الساعه 12 ده اخيرا، فهو طول معاك. كابتن مهند، كابتن طارق دلوقتي كان بيتحدث عن التزامك ورغم التوقيع في يناير لنادي فيوتشر، رغم كده انت اديت مباريات كبيره وكنت محترف وكنت ملتزم، وبصراحه انا اشدت كمان بهذا الامر، انه نادرا لما بتشوف لاعبين محترفين بالطريقه دي في الكره المصريه. في لاعب اخر ممكن يقول لا خلاص، ما انا كده كده وقعت النادي، فالتزامي ورغبتي وحماسي ممكن يقل. والله هو يعني الحمد لله رب العالمين. طبعا على الموسم اللي فات ده بشكر ربنا سبحانه وتعالى، ثم بشكر طبعا يعني الكابتن طارق بجهازه، لان فعلا عملنا طفره وعملنا يعني ارقام ممكن في اول مره تحصل في تاريخ النادي مع الكابتن طارق، فدي حاجات كلها بتحسب طبعا الفضل لربنا سبحانه وتعالى، ثم للجهاز اللي بيشتغل وبيتعب. الناس ما تبقاش عارفه الكابتن طارق وجهازه بيتعبوا قد ايه ومدى المجهود اللي بذل السنه دي عشان نرجع من فرقه الثاني من تحت في الجدول لفرقه بتنافس على مربع ذهبي. فالموضوع كان فيه يعني تعب كبير جدا من الجهاز ومن اللعيبه ومن الجهاز الاداري كمان، كلنا تعبنا. لكن موضوع ان ابقى ملتزم، يعني الواحد شاف خير في النادي ده كتير، فكان لازم نرد الجميع. غير كده الكابتن طارق من المدربين كمان اللي بيجبرك تحترمه داخل وخارج الملعب. صحيح. لازم تدي اقصى ما يمكن. في مدربين كده انت بتعمل عشان خاطر نفسك، وفي مدربين تانيين بيخلوك تعمل ده عشان بتحبهم، فالكابتن طارق من المدربين اللي بيخليك تحبه جوه وبره الملعب، فتبقى عايز تأدي عشان دايما تبقى انت في صوره كويسه وتساعده كمدير فني يعني. فهو يعني وانت هو انت كمان هو انت ساكن. كمان اتفتح لك سكه عظيمه جدا من خلال طلاع الجيش وشغل الكابتن طارق العاشر وادائك طبعا بكل تاكيد لمنتخب مصر، وكنت من العناصر المهمه مع كارلوس كروش في منتخب مصر. بالظبط، ما عشان كده بقول لك يعني هو الموضوع طبعا انك تنضم لمنتخب مصر من انديه يعني بعيد عن الاهلي والزمالك او اللي بينافسوا بصوره دايمه، بيبقى الموضوع صعب شويه، لكن تبقى موجود وتشارك. فانا بقول لك ده جهد وتعب شويه، الموضوع كان صعب، لكن الحمد لله قدرت ان انا ابقى موجود. ده الفضل ربنا سبحانه وتعالى، ثم شغل الجهاز اللي موجود. واكيد يعني مستر كروش لما بيختار بيشوف الاداء الفني اللي موجود في الملعب، وده بيبقى مبني على مدير فني بيديك تعليمات بتنفذها. فده صحيح. يعني في الاول وفي الاخر بشكر طبعا ربنا ثم الكابتن طارق عليه والجهاز ده. صحيح صحيح. عندك مهمه صعبه يوم الثلاثاء، هتبقى مع طلاع الجيش وهو ينافس فريق فيوتشر على المركز الرابع في اخر مباراه ليك مع طلائع الجيش قبل الانتقال لفيوتشر، وانا متاكد وعارف اخلاصك لطلائع الجيش وعارف برضو طموحاتك مع نادي فيوتشر. لا ده والله يعني هو خد اجازه. هو لا هو بتكلم، هو بيتابع بقى. لا ما انا عارف ان هو مش بيلعب، انا بتكلم على المتابعه، هيبقى بيشجع مين بقى كابتن؟ طب اسالك انت، هتلاقيه بيشجع مين دلوقتي؟ هو لسه على قوام بصراحه طلائع الجيش. لسه هيبقى انا بتكلم، هو في البيت هيبقى بيشجع طلائع الجيش ولا فيوتشر؟ انت كده بتسلمني بس. لا لا كل التوفيق يا كابتن. في الاول والاخر انت لاعب محترف، نادي فيوتشر يحترم احترافك وادائك الرائع جدا مع طلائع الجيش طول الفتره ديت، والكابتن طارق اشاد باخلاصك والتزامك الفتره اللي فاتت دي، وانت لاعب مهذب ومحترم، وتشرفنا جدا ان عندنا لاعب في منتخب مصر دلوقتي باهميتك وبثقافتك كمان الفنيه والكرويه. انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن مهند، ودايما موفق ودايما واحد من اللاعبين الواعدين جدا في الكره المصريه.